احنا اليوم معكم بعرض المبروك، عرض البساط الجديد اللي كيجمع بين بزاف الانواع الفرجويه الفنيه بحال الغناء، الموسيقى، الرقص. هذا العرض المسرحي اليوم تاليف الاستاذ الدكتور انس العقيل واخراج ديال امين ناسور. عرض لقى بصح استقبال جميل جدا ونجاح كبير في مدينه سطات. الجمهور تجاوب معاه بشكل كبير وحنا فرحانين بزاف. هذا العرض اللي هو من انتاج المسرح الوطني محمد الخامس اللي كيعالج واحد القضيه اجتماعيه في قالب كوميدي. كتعرفوا اننا يعني كلنا كنعيشوا هذا المشكل وهذا الهاج نتاع الهيه. ملي كنقولوا الهيه او لا نقطع عليه، وهي انه كنعالجوا مشكل ديال الحريق، كنعالجوا مشكل ديال البطاله، كنعالجوا عده مشاكل اجتماعيه وكيصطدموا بواحد الواقع، لان لانه هذا الشيء كامل في الاخير كيكتشفوا بانه ساره هي فيها اسقاطات على ما هو ارهاب، على ما هو هجره، على واحد العدد ديال الامور. اشتغلنا فيها على ريبرتوار موسيقي مغربي، حاولنا نبحثوا شويه في التراث، في الايقاعات الهنويه، في الايقاعات ديال هواره، في الايقاعات، يعني حاولنا نخدموا على التراث المغربي. ومن خلال هذا الاشتغال ديالنا على الموسيقى حاولنا نوصلوا للجمهور مجموعه ديال الحالات الاجتماعيه. سميناه بساط مودرن لان خضينا شويه من التجربه ديال البساط وحاولنا نعطيوه قالب عصري. والحمد لله كيكون دائما تجاوب جميل مع الجمهور اللي كينشط معنا كيبسط معنا كنلاحظوا انه كيمشي فرحان. وهذا العرض الجديد ديال هذا الموسم نتمنى ان شاء الله يدور في كاع دور الثقافات والمسارح ديال المغرب، ونتجاوبوا معكم وتفاعلوا معنا كيف ما كان الجمهور ديال سطات اليوم. شكرا بزاف ونتلاقاو بزاف المرات. شكرا.